نشوف نتائج اجتماعات العقبة إلى أي مدى يمكن أو سيتم الالتزام بها من كافة الأطراف. ده اللي هنسأله الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي والاستراتيجي. دكتور عبد المنعم، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم. شايف إزاي مخرجات اجتماع العقبة؟ يعني الحقيقة لا أخفي عليك أنها في وسط مناخ ليس إيجابيا من الناحيتين، بمعنى أنه الأطراف عليها ضغوط داخلية من كل طرف شديدة للغاية، لدرجة أنه يعني في تصريحات مباشرة لنتنياهو باستمرار الاستيطان. على الجانب الآخر الفلسطيني يوجد انتقاد شديد جدا للسلطة الوطنية الفلسطينية على أنها دخلت في هذه المفاوضات من الأصل في الوقت الذي تجري فيه اعتداءات على المسجد الأقصى واعتداءات على الفلسطينيين في القدس. فلدينا اتفاق، هذا يعتبر خطوة متقدمة فيها جهود دبلوماسية كبيرة من مصر والأردن، لكن في نفس الوقت الوضع على الأرض هش وملتهب على الجانبين. في تصعيد في أريحة النهاردة، يعني وعملية طعن في أريحة يمكن من ساعتين تقريبا. للأسف الشديد أنك أنت بتتكلم على جانب فلسطيني، يعني سبب التوغل الإسرائيلي الشديد أنه في خلل كبير جدا على الجانب الفلسطيني. يعني اولا الفلسطينيون داخل اسرائيل نفسها كان من الممكن منع وزاره نتنياهو من التشكيل لو انه تقدموا بقائمه عربيه موحده للانتخابات، كان ذلك سوف يجعل وصول نتنياهو الى السلطه مستحيلا. الجانب الاخر ان هناك الان فصائل فلسطينيه تقوم بعمليات عنف وعمليات عسكرية لا تتم من خلال استراتيجية موحدة فلسطينية من أجل تربط العمل العسكري بأهداف سياسية. أنك أنت عندك ثلاث أطراف موجودة الآن، موجودة السلطة الوطنية الفلسطينية، موجودة حماس، موجودة العناصر الجديدة اللي هي اسمها عرين الأسد، مجموعات عرين الأسد تقوم بعمليات فردية، إلى جانب كل طرف عليه الضغوط. يعني داخل غزة يوجد الجهاد الإسلامي وجماعات فلسطينية أخرى بتضغط تريد استمرار المعارك. لدينا الضغوط بقى لجماعة المتطرفين الإسرائيليين، يعني نوع رغم أن احنا يعني تعودنا على وجود كبير لليمين الإسرائيلي عبر السنوات، ولكن ذلك هو يمين اليمين، وهو يمين يريد بالفعل أن يغير المعادلة الديمغرافية داخل فلسطين. طيب تدخل أمريكا، أنا آسف دكتور عبد المنعم، تدخل أمريكا في اجتماع العقبة ومحاولة حشد تأييد إقليمي يعني لهذا الاجتماع أو لحالة التهدئة، يعني هل من الممكن ان هو يكون أقول يعني رادع بعض الشيء لبعض السياسات اليمينية الاستيطانية؟ يعني لم ارى انه يعني كلام قوي من الجانب الامريكي حتى الان، هو الكلام حوالين انه ده لا يساعد على حل دولتين، لا يساعد على استمرار السلام، لكن لا نجد القوه في الجانب الفلسطيني التي جرت في الجانب الاوكراني. يعني احنا لدينا حاليا في العالم نوعين من الاحتلال، يعني يبدوان انهم مختلفين، انما هم في الحقيقة من عينة واحدة، وهو قيام دولة، وهي في حالتنا هنا اسرائيل بتقوم باحتلال الاراضي الفلسطينية وتمارس عليها يعني مخالفات كبيرة لميثاق الامم المتحدة ولما تم الاتفاق عليه، سواء في اطار اتفاقيات اوسلو او في اتفاقيات اخرى. فلدينا الى جانب يعني الكلام صريح حوالين يعني اجراء نكبات اخرى لكي يترك الفلسطينيون اراضيهم التي عاشوا فيها لالاف الاعوام. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والمحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لحضرتك.